حرب بيولوجية جرثومية بكتيرية، أبطالها الطيور المهاجرة عبر القارات، طيور مراقمة وفيروسات تغزو العالم. هي أخطر ما يهدد البشرية، وربما هذا ما يفسر سبب الجائحات الوبائية التي تفتك بالبشرية مثل إيبولا وأنفلونزا الخنازير والطيور وكوفيد 19 وغيرهم. من يقترف هذا العمل غير الإنساني والأخلاقي هو سلاح واقعي يستحيل رصده بوساطة طيور مرقمة يتحكم بمسارها عن طريق مراقبتها دون تكلفة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية وملاحقات دولية. فما حقيقة طيور الدمار الشامل؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ هي طيور تدرس هجرتها ومراقبتها طوال مواسم هجرتها، وهنا بمقدور الأخصائيين البيئيين وعلم الحيوان معرفة السير الذي تسلكه هذه الطيور كل عام في رحلتها الموسمية من بلد إلى بلد ومن قارة إلى أخرى، وذلك بتحديد مكانها بالضبط عبر الأقمار الصناعية وتزويدها بأرقام وكبسولات جرثومية وشرائح ليسهل التحكم بها، وتدمر هذه الشرائح بالموقع المطلوب فتقتل الطائر ويسقط حاملاً الوباء وينتشر في البلاد المخطط الضرر بها. ما هو موقف القانون الدولي من استخدام هكذا نوع في الحروب؟ ترقيم الطيور المهاجرة يعتبرها القانون الدولي جريمة، لأنها تخترق سماء البلاد الأخرى وتزوده بجراثيم، هنا يصبح الطير خطراً وسلاحاً فتاكاً مدمراً. وهذا ما لم تتوقعه روسيا عندما اكتشفت طيوراً مرقمة ضمن حملتها العسكرية على أوكرانيا. أنتجتها المختبرات البيولوجية والجرثومية في أوكرانيا وجورجيا المحاذيتين لروسيا بإشراف أمريكا وحلفائها، ومحاولات روسية تحييد هذه المختبرات من خلال مناورات وصفتها بالحساسة. وبهذا الحال نعود للوراء لنفكر باحتمالية أن كل الفيروسات الوبائية التي أصابت البشرية في هذا القرن أتت من مختبرات مجهزة ممولة وبخطط محكمة مسبقاً. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، هل سنشهد حقبة جديدة مع هذا السباق المحموم في استخدام الأسلحة الذكية والمسيرة عبر الفضاء المفتوح؟ ونودع عصر السلاح النووي والقوة فقط لمن يمتلك أكبر ترسانة نووية. هل يصبح الفضاء مشعاً للجميع عبر أسراب الطيور المهاجرة والتي ينتظرها الجميع بجمالها وسحر منظرها لتتحول إلى بلاء تحمل في قوادمها الكوارث والويلات؟ شاركنا.